اختص سيدنا علي باربع حاجات لم يشاركه فيها غيره من الخلق، لكن بصراحة لما بحثنا لقيناهم 40 مش 4. يعني حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول لك ايه، اختص ب4 سيدنا علي. رقم واحد اللي هو ايه، اول العرب والعجم صلاة مع رسول الله، اول واحد صلى مع حضرة النبي سيدنا علي. رقم اثنين اللي هو ايه، صاحب الراية، راية الرسول كان سيدنا علي. رقم ثلاثة انه لم يفر من معركة قط سيدنا علي. رقم اربعة انه صاحب الايه، انه صاحب تغسيل الجثمان الشريف، انه من غسل رسول الله. كان سيدنا العباس واقف معه مساعد، لكن الذي كان يبشر التغسيل مين؟ سيدنا علي. وهو اول من دلاه في قبره عليه الصلاة والسلام، اول واحد دل حضرة النبي في الروضة كان سيدنا علي. لكن لما نشوف بقى، هو سيدنا علي الوحيد، خد بالك ربنا اداله حاجة غريبة، الوحيد اللي اتجوز كاملة، بنت كاملة، بنت كامل، اخت الكوامل، ام الكوامل. الوحيد لم تتوفر لنبي ولا لولي سيدنا علي. لما تزوج السيدة فاطمة، السيدة فاطمة كاملة، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة، اللي هم ايه، السيدة مريم ابنة عمران، والسيدة آسية بنت مزاحم، والسيدة خديجة بنت خويلد، والسيدة فاطمة بنت سيدنا محمد. فدي كاملة بشهادة حضرة، يعني كاملة يعني قول لحد الصبح. بنت كاملة، أمها كاملة سيدة خديجة، بنت كامل أبوها حضرة النبي اللهم صل عليه، أخت الكمل اللي هم مين، ولاد حضرة النبي اللهم صل عليه. كان ولاد حضرة النبي كام؟ 7، فهي أخت الكمل، وأم الكمل سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وسيدنا المحسن وستنا السيدة زينب وستنا السيدة أم كلثوم. هو ده سيدنا علي بقى. بص، ما فيش حد في العالم لا نبي ولا ولي حاز هذا الفخار إلا مولانا الإمام علي. ولذلك دائما أنا يعجبني أول القصة اللي جابها ابن كثير، وجابها من كذا طريق في البداية والنهاية، كذا طريق، لما كانوا بيتفخروا على سيدنا علي بالأحساب والأنساب، قالوا علي يفتخرون بالأحساب والأنساب، وأنا علي، وعلي، وأنا علي. واخد بالك؟ إذا كان ده اللي مع علي، علي ده، إذا كان ده أنا علي، أنا علي اسما ووسما وصفة وحالا ومقاما، ربنا جعلني كده، أنا علي. ولذلك أحمد بن حنبل رضي الله عنه لما ألف كتاب مجلدين كده في فضائل الصحابة، الصحابة كم واحد؟ 114,000، وفي رواية 117,000 اللي حضروا حجة الوداع مع حضرة النبي، وفي رواية 120,000، خلوه 114,000، ده أقل عدد، 114,000. تخيلوا أحمد بن حنبل المجلد، تلتينهم لا والله ثلاث أرباعهم، مش تلتينهم، ثلاث أرباعهم، ثلاثة أرباع المجلدين دول في سيدنا الإمام علي لوحده، والربع في ال 114، في ال 114,000. تواخد بقى إلا واحد اللي سيدنا علي، عجيب. ولما تشوف كده يقول لك وعلي يفتخرون بالأحساب والأنساب، يا غلام اكتب محمد النبي أخي وصهري. تقول لي أخي، طب ما هو كان أخو سيدنا حمزة من الرضاعة، هو أخو سيدنا علي منين؟ أنت ناسي ولا إيه؟ لما هاجروا إلى المدينة وحضرة النبي اللهم صل عليه أخ بين المهاجرين والأنصار، ففضل واحد ملوش أخ، ملوش اخ، فقعد زعلان كده، مين؟ سيدنا علي. فبيقول له مالك يا علي؟ قال له لم تؤاخي بيني وبين احد يا رسول الله. قال انت اخي يا علي، ده انا شايلك ليا، ده انا شايلك للغالي حضرة النبي اللهم صل عليه. ولذلك قال لك محمد النبي اخي وصهري، يعني اخويا ونسيبي، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة ابن أمي، وفاطمة بنت محمد زوجي وسكني،
منوط لحمها بدمي ولحم وسبط أحمد ولداي منها فمن له سهم كسهمي. فلما تشوف قول سيدنا ابن عباس ان سيدنا علي اختص بأربعة لم يشاركه فيها غيره من البشر، لا مش أربعة حضرتك، مع يعني ده سيدنا عبد الله ابن عباس وكل حاجة، بس مش أربعة، ده أربعة بس من باب الايه، من باب ضرب المثال. ولذلك هنا الشيخ عبد الله ابن المحجوب من فقهه يقوم يقدم في الذكر، يعني في الذكر احنا ما بنتكلمش عن الأفضلية، خدوا بالكم محدش يقول اللي احنا بنقول فلان افضل، لا احنا بنتكلم على الايه، على الخصوصية، على الايه، على الخصوصية، والخصوصية لا تتنافى مع الافضلية. احنا النهاردة كان في نهائي كاس العالم صح، مش معنى الفريق اللي كسب البطولة يكون افضل، هو ظاهرا افضل من التاني، من الفريق التاني اللي هو الوصيف، واخد بالك، لكن قد يكون الوصيف ده مختص باشياء ليست موجودة في الارجنتين، صح ولا مش؟ انت النهارده ما جيتوش المجلس بدري عشان النهائي ده، هو ده كل ده اختبارات، مش بقول لكم انا، صلى على حضره النبي. وزيك هنا الشيخ عبد الله بن المحجوب يقول لك ايه، ثم اسلم علي وابو بكر، ما قالش ثم اسلم ابو بكر وعلي، ليه؟ قالك لان سيدنا علي هو اول واحد يصلي مع حضره النبي من العرب والعجم، وسيدنا علي